نظم أعوان الحرس البلدي المتقاعدون وقف احتجاجية قبالة مقر الولاية ميلا، حيث قدموا من مختلف ولايات الشرق الجزائري مطالبين بالاعتراف بما قدموه وإفادة لجنة وطنية للتحقيق في قضيتهم واعتماد هيئة وطنية تمثل الحرس البلدي مع رفع المنح ومراجعة مختلف الحقوق. التغطية لسفيان بوعون. كنا ولازلنا في خدمة الجزائر والخريطة الوطنية، ولهذا نقدم احتجاجنا على الوضعية الحالية وخاصة ولاية ميلا التي حتى النسبة الوطنية المحققة فيما يخص الانشغالات اللي ما تحققش ولا شيء منها. إعادة النظر في التقاعد، ماشي التقاعد نسبي، تقاعد كامل، وفيما يخص ملف السكن الاجتماعي والسكن الريفي والتهميش بالنسبة المحلية أو الوطنية. ونحن لنا عدة مطالب، والمطالب أول مطلب نحن نطالب بالاعتراف الوطني بالنسبة لتضحيات الحرس البلدي.